محمد أنور، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية. مؤتمر النهاردة بعنوان شباب مصر أمل مصر، ده بيأتي استجابة لنداء والنداءات المتكررة لسيادة الرئيس بضرورة تمكين الشباب في الحياة العامة والحياة الحزبية والحياة العملية. هذا المؤتمر هيهتم وهيعرض الحقيقة كذا مشروع خاص بتمكين الشباب عن طريق مثلا، يعني لو ادي حضرتك مثال على مشروع هيتقدم، اعداد 100 قائد شاب اسمه قادة المستقبل. المشروع دوت باختصار شديد جدا هو معسكر، الشباب هيدخل معسكر لمدة سنة، هيتعلم فيها لغة انجليزية، هيدرس الحاسب الآلي، هيدخل في دورات لإعداد القادة، هيدخل في دورات خاصة بالإدارة والجودة وإدارة العمليات الإنتاجية، هيزور الوزارات، هيقعد مع المحافظين. يعني هنطلع بعد سنة قائد يعني قادر على القيادة، مش مجرد ان هو اتعلم او اخد كورس او حاجة وبس، انما هيكون قادر على القيادة. دي يمكن من احد المشروعات، في اعتقد مشروعات اخرى خاصة برضو بعمليات تشغيل الشباب من خلال التعاون مع صندوق الاجتماعي للتنمية والجامعات ووزارة الدولة للبحث العلمي وخلافه. يعني